هنتكلم النهاردة على درس جديد في الوحدة التانية، اللي هو البيئة نظامها وموارده. قال النهاردة في علاقة بين التنمية وبين البيئة. النهاردة مفيش تنمية هتجيب أي نتيجة إلا لو عملنا سياسة بيئية سليمة. أنت النهاردة بتستثمر الموارد بتاعتك، ولكن في نفس الوقت أنت لازم تحافظ على البيئة. بتلبي احتياجات البشر، ولكن لا تضر بالبيئة، لأن البيئة ده عبارة عن الوسط اللي بيعيش فيه الإنسان يؤثر ويتأثر بيه، وبيشمل كل نواحي الحياة الطبيعية والبشرية. من هنا نقدر نفهم ان عناصر البيئه متمثله عندي في الغلاف الغازي ومكوناته، الغلاف المائي والحاجات الموجوده فيه، والغلاف الصخري بما فيه من معادن وتربه ومصادر طاقه، في سطح الارض بما عليه من نباتات وحيوانات وبشر. هنا الانسان من زمان وهو بيحاول ان هو يسعى لاستغلال الموارد الموجوده، ولكن هنا كان لابد من ان احنا نتعرف على المراحل اللي مرت ما بين تفاعل الانسان والبيئه. المرحله الاولى ودي في العصر البدائي، وتنقسم لمرحلتين، في البداية وفي النهاية. في البداية بتاعتها عاش الإنسان حياة فيها تنقل بحثا عن الطعام الشراب، بيجمع ثمار، يصطاد حيوانات، ما كانش ليه تأثير على البيئة. ليه؟ لأن نشاطه كان محدود، متطلباته كانت محدودة. ولكن في نهاية المرحلة بدأ يبقى في تطور شوية في أدوات الصيد والأساليب بتاعته، كمان اكتشف النار. هنا أصبح تأثير الإنسان على البيئة برضه، هنا بنقدر نقول إيه؟ محدود. خلي بالك من الألفاظ عشان هتفرق قوي معاك، لزيادة متطلباته الأساسية وزيادة نشاطه. المرحلة الثانية دي بداية تفاعل الإنسان مع البيئة، وهنا عرف الإنسان الزراعة لتوفر المية والتربة والاستقرار، وبدأ يبقى فيه تجمعات بشرية موجودة، وهنا ظهرت القرية كأول شكل من أشكال الاستقرار البشري. بدأ يزداد تأثير الإنسان على البيئة، ولما بدأ إن هو يضبط مياه الأنهار ويشق القنوات ونتج عنها نفايات لم تؤثر على البيئة سلباً. نيجي بعد كده المرحلة الثالثة، ودي بداية من الثورة الصناعية. الثورة الصناعية لما اكتشفوا فيها قوة البخار، لما بدأ ان هو يستخدم الفحم في إدارة الآلات، ودي كانت البداية استخدام الإنسان للآلة، وبدأ يعمل على حرق الوقود الحفري إذا كان فحم بترول لتسيير وسائل النقل المختلفة. وهنا ظهر التأثير السلبي للإنسان على البيئة، وبدأت عمليات التصنيع وظهرت مشاكل بيئية خطيرة زي التلوث بأنواع. المرحلة الرابعة ودي من النصف الثاني من القرن العشرين لغاية الوقت الحالي، وهنا ظهرت الحاسبات الإلكترونية وتطور وسائل الاتصال. بدأ دور الإنسان إنه يزداد، وظهرت مشكلات بيئية أكثر خطورة زي الاحتباس الحراري، استنزاف الموارد، تلوث نووي، ودي كلها بدأت تأثر على الأجيال. طيب هنا بدأنا نفسر العلاقة اللي بين الإنسان والبيئة، ومن هنا ظهرت نظريات. في نظرية بتقول اسمها النظرية الحتمية البيئية أو الحتمية الجغرافية، بتقول الإنسان غصب عنه هو خاضع للبيئة، بتسيطر عليه مش العكس. البيئة بما فيها من مناخ، بما فيها من حياة نباتية، حياة حيوانية، كلها تؤثر على الإنسان وتحتم عليه النشاط البشري بتاعه. يعني بيجي يقول أنت النهاردة مثلا أنت علشان موجود في بيئة معينة يبقى النشاط بتاعك هو نشاط معين، يعني أنت موجود جنب تربة طينية يبقى نشاطك الزراعة. هنا ظهرت نظرية بتنقد هذه النظرية، بتقول إيه؟ بيقول إن النظرية بتاعت الحتمية تجاهلت دور التكنولوجيا انها تقدر تحد من عوائق البيئه. النهارده انا بقدر استخدم التكييف واتغلب على مثلا درجه حراره مرتفعه، فانا عندي مثلا اليابان المفروض بموقعها تبقى هي دوله مثلا شغاله على الصيد، لكن لقينا عن طريق اللي هو التطور الهائل في وسائل النقل والمواصلات اللي ساعدت على نقل اي حاجه بتحتاجها اليابان، اصبحت الان هي عباره عن دوله كبيره من الدول المتقدمه الموجوده النهارده. على الرغم ان هي تبان ان هي لا هي بتبص على بحر وبس، لكن نتيجه لتطور وسائل النقل والمواصلات والاتصالات اصبحت غير معزوله. وهنا ظهرت نظريه الامكانيه. بس نظريه الامكانيه بتقول ان الانسان بيؤثر على البيئه بشكل كبير، وان الانسان هو القادر على انه بس مش بس يملك قراره، لا ده هو ليه كمان القدره على التاثير في البيئه. وقال لك المثال على كده الحضاره المصريه القديمه، اللي نجح الانسان في انه يسيطر على النيل لما عمل الجسور ومشروعات الري وبنى السد العالي حاليا. ولكن ايضا ظهر نقد لهذه النظريه، بيقول انك انت هنا بتغالي في دور الانسان، انت وصلته ان هو يتحكم في البيئه، وده نتج عنه مشكلات كبيره جدا متمثله في مشكلات تلوث، التصحر، تاكل طبقه الاوزون، ودي اللي ادت لمشكله كبيره وهي عدم التوازن البيئي. نيجي بقى لحاجه مهمه اسمها النظريه التوافقيه. دي بتؤمن بان الانسان ليه دور والبيئه ليها دور، وهنا بتقوم بدور الوساطه ما بين الاثنين. النظام البيئي ده عبارة عن منطقة متكاملة فيها كائنات حية وفيها مكونات غير حية، وهنا بيبقى في مكان معين تتفاعل الحاجات دي مع بعضها في نظام دقيق ومتوازن علشان تستمر الحياة.
طيب في مدخلات في البيئة وفي مخرجات منها. المدخلات متمثلة في حرارة الشمس، فالإنسان طبعا بياخد الطاقة بتاعته من أشعة الشمس، وبتساعد كمان في عملية البناء الضوئي اللي بتتم للنبات. المية بتيجي عن طريق المدخلات دي، بتيجي في صورة مطر. التربة أنا عندي عن طريق تفكك التربة نتيجة الحرارة والمياه، بتفكك الصخور وبتكون التربة. النبات لما أنا أبدأ إن أنا أزرع نبات أو أجيب بذور وأزرعها، دي كلها حاجات تعتبر مدخلات. الحيوان لما يجي من بيئة لبيئة، الإنسان يتأثر بكل العناصر الموجودة سواء كان إيجابا أو سلبا. المخرجات لما بتيجي تطلع في صورة إشعاع أرضي، عندي المية لما بتخرج في صورة تبخر أو نتح عن طريق النبات أو جريان سطح الأنهار. التربة بتفقد عناصرها عن طريق التعرية والتصحر والتجريف لما نشيل التربة تماما. النبات لما ببدأ أحصده أو إزالة الغابات والحشائش. الحيوان لما يموت أو يهاجر أو يصطاد، دي كلها تعتبر مخرجات. الإنسان لما يموت ويتحلل. طيب التوازن البيئي هو بقاء العناصر بتاعة البيئة في حالتها الطبيعية دون إخلال. طيب أنا النهاردة لما بتكلم على حاجة مهمة جدا، إيه السبب في اختلال التوازن البيئي؟ قال لي في تغير بيحصل في مكونات وعناصر البيئة. طب ايه سببها؟ قال الثوره الصناعيه، ودي ليها نتائج سلبيه زي زياده معدل التلوث، استنزاف بعض الموارد الطبيعيه، الصيد الجائر للطيور والافراط في استخدام المبيدات والاسمده، زياده نشاط الانسان. طيب نيجي بقى لحاجه اسمها جغرافيا التنميه للمواد. هنا دورها جغرافيا التنميه انها بتشوف كل الحاجات المخالفه، التعديات اللي بتحصل على البيئه، اسباب اختلال التوازن البيئي، علشان تضع خطه وسياسة تنموية شاملة لحماية البيئة ومواردها من التلوث، وترجع مرة تانية التوازن البيئي. طيب ده من خلال ايه بقى؟ قال لي ان احنا بننشر الوعي، بنضع خطط لحماية البيئة، بنفعل التوصيات اللي بتقوم بيها المؤتمرات العالمية. طيب يعني ايه وعي؟ ايه الوعي البيئي؟ ان الفرد يكون فاهم يعني ايه يحافظ على البيئة، وازاي يحافظ عليها، ازاي يرشد استخدام الموارد الموجودة، يمنع من تدهورها. تدهور البيئة اللي هو التأثير السلبي اللي بيكون على البيئة، اللي بيغير من خصائصها وبيؤدي لاختلال. الموارد هي أي حاجة بنكتشفها للإنسان وتكون ليها أهمية ليه، وبالتالي يقدر يستغلها. الموارد بصنفها على حسب 3 حاجات: المصدر بتاعها، مدى الانتشار، والتجدد والاستمرار. الموارد أنا عندي موارد طبيعية، وهي الموارد اللي وجدت دون تدخل الإنسان، اللي مهبة من الله زي التربة، نبات طبيعي، حيوان. الموارد المائية، مصادر الطاقة، الثروة المعدنية. طيب الموارد البشرية أي حاجة يقوم بيها الإنسان، أي نشاط بيقوم بيه زي أشكال العمران، المعارف، التكنولوجيا، اللي طبعا الحاجات اللي معمل آلات وأدوات ومنشآت. بنشوف الموارد حسب مدى الانتشار، في موارد واسعة الانتشار زي الهواء، أشعة الشمس، ممكن أي إنسان يحصل عليها في أي وقت. في موارد متوسطة في الانتشار بتاعها زي التربة، الغابة، المراعي، الثروة السمكية، ودي طبعا تختلف حسب انتشارها وأهميتها. في موارد محدودة الانتشار زي المياه العذبة، المعادن، غاز طبيعي، البترول، هي مصادر الطاقة. موارد محدودة الانتشار جدا دي يندر وجودها بدرجة كبيرة جدا، وتركز في مناطق محدودة زي الماس مثلا في جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب أفريقيا، الزئبق في أسبانيا، النيكل في كندا، النطرات في تشيلي. الموارد حسب التجدد والاستمرار تنقسم لموارد متجددة، ودي المواد اللي مش بتنفذ أبدا باستهلاكها، يعني مهما خد الإنسان منها مش بتخلص، زي المية والغطاء النباتي. في موارد غير متجددة، ودي الموارد ذات المخزون المحدود والقابل للنفاذ، أما لأنها لا تتجدد بطبيعتها أو تتجدد ببطء زي الفحم، البترول، غاز طبيعي، معادن. في حاجة اسمها القيمة النفعية لجغرافيا التنمية. أنا عندي جغرافيا، إيه علاقتها بالموارد؟ قال لي تقوم بتقييم ومتابعة أساليب استخدام الموارد بأنواعها والحفاظ عليها واستثمارها بشكل يشبه حاجات الشعوب سواء في الحاضر أو في المستقبل. طيب نيجي بقى لحاجة تاني عندي، اللي هي الموارد المائية وأساليب إدارتها. المياه دي أصل الحياة، تصنف الموارد المائية حسب الجريان، يعني في أمطار، ودي المصدر الرئيسي الموجود عندي المياه سواء مياه سطحية أو جوفية. المياه السطحية بقى ودي موجودة على سطح الأرض، متمثلة في البحار، محيطات، فلجان، ودي تمثل 96.5% من جملة المياه. الجليد وده يمثل 1.7% من جملة المياه. أنهار وجداول، بحيرات. المياه الجوفية ودي تمثل المياه الموجودة في بطن القشرة الأرضية، ودي تمثل 1.7% من جملة المياه، ودي بتنتج عن تسريب للمياه الامطار طبعا لبطن الارض، ودي خزانات جوفيه غير متجدده وتوجد منذ ملايين السنين، خزانات جوفيه متجدده نتيجه تسريب مياه الامطار والانهار. طيب بنصنف الموارد المائيه حسب درجه الملوحه، في مياه مالحه بتزيد درجه ملوحتها عن 6 في ال1000، في مياه المحيطات والبحار والبحيرات وبعض الابار الجوفيه. مياه عذبه وده اللي هو موجود على السطح زي الانهار والبحيرات والكتل الجليديه، ومنها ما هو جوفي. موارد المياه العذبه في الوطن العربي تعاني من مشكله كبيره جدا، والسبب ان عندي عدد سكان كبير، استخدامات المياه بتاعتي كتيره،
سباك كمية المية وده أدى لندرتها، سوء الاستخدام وده أدى لتلوث المية، وقوع معظم الوطن العربي في النطاق البيئي. طيب نيجي لحاجة تاني، هنا في مؤشرات بتدل على إن أنا عندي أزمة في المية، يعني أنا مساحة الأرض الموجودة عندي في الوطن العربي تقريبا 10% 9.6 بالظبط. طيب نصيبنا من المية المفروض يبقى قدها، لكن الواقع لا، إحنا 0.5% من موارد المية الموجودة في العالم. متوسط نصيب الفرد في المية المفروض في الوطن العربي وصل ل 727 متر مكعب في السنة، وده أقل من معدل الفقر المائي اللي هو بيقول 1000 متر مكعب للفرد. نسبة الاستخدام العالمي للمياه العذبة بتوصل ل 7.5% من موارد المياه المتاحة في الوطن العربي، بتوصل ل 76.8% من جملة المياه الموجودة في الوطن العربي، وده ضغط على المياه الموجودة. استخداماتنا للزراعة بتيجي في مقدمة الاستخدامات المياه، تمام، وده بتاخد لوحدها 88.7% من نسبة المياه الموجودة عندي، بعدها الاستخدامات الصناعية والمنزلية. طبعا تتعرض مياه الوطن العربي للتلوث بسبب إلقاء المخلفات الصلبة ومياه الصرف بها. طيب إدارة المياه بتاعتي بتيجي عن طريق حاجة اسمها الأمن المائي، ان انا لازم اوفر المياه كما وكيفا مع دمار استمراريتها سواء للجيل الحاضر او الاجيال القادمه. انا عندي اساليب اداره المياه بتيجي من خلال ان انا سن قوانين وتشريعات، وخاصه المياه المالحه ان انا سن قوانين وتشريعات بهدف الحفاظ على المياه من التلوث خاصه اللي بينتج عن ناقلات البترول، استثمارها في تحليه مياه البحر وزي دول الخليج العربي، استخدامها في الزراعه الملحيه وانتاج نباتات رعويه. طيب اداره موارد المياه العذبه بتتم عن طريق رفع كفاءه اساليب الري، فيقول لي في علاقة بين أسلوب الري وحجم المياه المطلوب، كلما زادت كفاءة الري قلت كمية المياه المهدرة. مثلا عندي لما حولنا مثلا في بعض المناطق الري بتاع بالغمر من الري بالغمر للري الحديث بالرش والتنقيط، ده أدى لانخفاض كمية المياه المطلوب. طبعا تعتمد أيضا كفاءة الري على أسلوب الري المتبع، نظام توزيع المياه، عملية الصيانة، أطوال قنوات الري والصرف. هنا عندي برضو من ضمن الحاجات اللي ممكن اعملها لحمايه المياه العذبه تغيير تركيب المحصول، يعني انا النهارده عندي حاجه اسمها السياسه المائيه، في محاصيل تحتاج مياه كتير يبقى لا اقلل منها زي الرز قصب السكر، واستنبط سلالات ممكن يكون استهلاك المياه قليل. التسعير، النهارده بدات كثير من الدول تتجه لعمليه التسعير، ليه؟ اولا ندره المياه وزياده السكان، بدا يدخلوا في نظام الشرائح وتكاليف الخدمه نوعيه المياه، وده على اساسها بيبدا يتحدد اسعار المياه والسعر السوقي الموجود للمياه في شركات المياه. عندي نشر الوعي المائي، قضية الأمن المائي مهمة جدا إن أنشر الوعي بيها، يعني لازم أفهم اللي شغالين في المؤسسات بتاعة إدارة المياه أعملهم عملية توعية، استخدام وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق حملات إعلامية لتوعية المزارعين بأهمية استخدام أساليب جديدة، إقامة مشروعات لضبط المياه تتمثل في مشروعات ضبط المياه زي القناطر، الترع، البحيرات، السدود، ودي أهميتها السدود في الوقاية من الفيضان وتخزين المياه وتبريد الكهرباء. عندي دعم مصادر المياه بطرق غير تقليدية، يعني معالجة مياه الصرف الصحي والزراعي واوفرها علشان ابدا ان انا استخدمها في ري الحدائق واستصلاح الاراضي الصحراويه، استمطار الصناعي وده بيهدف الى زياده العرض من مياه الامطار من خلال تحفيز وتكثيف السحب. نهر النيل النهارده بتكلم عليه كنموذج، بيقول لي بيمشي في 35 درجه عرض، ودي صفه ما توجدش في اي نهر تاني، بيضم في حوضه 11 دوله منها مصر والسودان وجنوب السودان، اثيوبيا وكينيا، اوغندا، رواندا، بروندي، تنزانيا، كونغو، اريتريا، ودي تعرف باسم مجموعة دول الأندوجو، ودي معناها دول الإخاء المشتركة في دول حوض نهر النيل. موجود نهر النيل في شرق أفريقيا، الامتداد بتاعه بيمشي في اتجاه جنوبي شمال من جنوب الشمال، بيمشي في من أول 3 درجات ونص جنوب خط الاستواء إلى ده 31 ونص شمال خط الاستواء عند مصب النيل في البحر المتوسط. طيب إيه النتيجة لامتداد نهر النيل في 35 دائرة عرض؟ أولاً موجود في مناطق استوائية، مناطق شبه استوائية، متأثر بالمناخ شبه الموسمي، بيمر في مناخ صحراوي ومناخ البحر المتوسط، يعني أغلب المناخات الموجودة. بيمثل 10% من مساحة أفريقيا، وده يعتبر من أهم الظواهر التضاريسية الموجودة عندي في أفريقيا، وده ثالث حوض نهري كبير في العالم بعد نهر الأمازون في أمريكا الجنوبية ونهر الكونغو في أفريقيا. كمان عندي نهر النيل بيستمد مياهه من 3 مصادر، المنابع الاستوائية، المنابع الحبشية، مناطق أعالي النيل هي فيها خط تقسيم المياه، وبينهم انهار زي بحر الجبل، بحر العرب، بحر الغزال. المناطق الاستوائيه ودي فيها البحيرات الاستوائيه زي بحر فيكتوريا والبرت وادوارد. منابع الحبشيه ودي متمثله في منابع هضبه اثيوبيا الموجوده عندي زي نهر النيل الازرق وعطبره الموجودين هناك. المنابع الاستوائيه ودي منابع دائمه، موجوده دائمه بمعنى ان المياه فيها طول السنه، مساحه 355، ارتفاع عن سطح الارض او عن سطح البحر 1500، بيطلق عليها هضبه البحيرات الاستوائيه لوجود 5 بحيرات كبيره كلها متصله بالنيل، اهمها بحيره فيكتوريا والبرت.
تعرف فيكتوريا أكبر بحيرة عذبة في نصف الشرق الكرة الأرضية، مصدر رئيسي لمياه نهر النيل، بتستمد منها مياهها من مصدرين الأمطار والأنهار بتصب في البحيرة أهمها نهر كاجير. الإيراد المائي للمنابع الدائمة بيبلغ الإيراد السنوي في بحيرة فيكتوريا 114 مليار، بتفقد 82% من الرقم ده عن طريق تبخر، والمتبقي منها بيصل لبحيرة ألبرت. بيبلغ تصريف بحيرة ألبرت المياه الخارجة من البحيرة 23.8، بيصل عند نيمولي اللي هي موجودة في جنوب السودان 26 مليار. تصل مياه المنابع الدائمة لبحر الجبل فيبلغ تصريفه السنوي عند منجلة 30 مليار. بيفقد بحر الجبل نصف إيراده المائي من منجلة لمدينة تانية اسمها ملكال، وده بسبب المستنقعات والتبخر الموجود نتيجة ارتفاع درجات الحرارة. المنابع الحبشية ودي ارتفاعها من أعلى الهضاب الموجودة في أفريقيا، بينبع منها نهر البارو وده أحد رواتب نهر السباط، النيل الأزرق وبينبع من بحيرة اسمها تانا وبيلتقي بالنيل الأبيض في شمال الخرطوم، وعطبرة وده آخر رواتب نهر النيل، وعندي خور طاش. الإيراد المائي للمنابع المسلمية طبعا أنا عندي بيبقى التصريف من منطقة نهر السباط في النيل الأبيض 13.5 مليار متر مكعب، وبذلك يصبح مقدار تصرف نهر النيل عند ملكال 29 مليار. يبلغ تصريف النيل الأزرق عند مصب النيل الأبيض في شمال خرطوم 52 مليار، متوسط نهر عطبرة 12.5. مجموع الإيراد السنوي ليه 89.3 مليار، ده أكبر نسبة موجودة عندي بتغذي مياه نهر النيل. بينخفض تصريف نهر النيل عند مخرج من بحيرة ناصر، ليه؟ بيمر في مناطق جافة، في روافد للنهر، مفيش روافد للنهر موجودة هناك، بطء جريان النهر اتساع بحيرة ناصر. بيقولوا إن مصر هيبة النيل الأزرق، هيبة النيل الأزرق إنه بيدي مصر لوحدها 56% من المية الموجودة عندنا من أول أسوان، بالإضافة لما يحملوا من رواسب تينية. ضمن مساهمة المنابع الاستوائية في الإيراد الكلي، وده بسبب السدود النباتية والتبخر. دور مصر في مشروعات نهر النيل، مصر كانت حريصة إنها تعمل مشروعات عشان تزود المياه اللي بتوصل للنهر، تخزين مياه الفيضان، تقليل ما يفقد من مياه النهر في البحر، توليد الكهرباء وتحسين الري. اهم المشروعات اللي عملتها، عملت خزان اسمه خزان سينار على النيل الازرق لصالح السودان، ساهمت في تكاليف انشاء سد جبل الاولياء الموجود في السودان، دفعت تكاليف انشاء سد اوين في اوغندا، عملت السد العالي في جنوب مصر، عملوا مشروع قناه جونجلي ولكن المشروع ده توقف بسبب الحروب الاهليه الموجوده في السودان، حفروا عشرات الابار في كينيا، عملوا سد كيوجا لتكثيف المستنقعات حوالين بحيره كيوجا، انشاء سد نيمولي. ده بالنسبه للجزء الخاص بمياه النيل الموجوده عندنا.